خلونا بما ان احنا لازلنا في فلسطين وتحدثنا ايضا عن عهد التميمي، خلونا نتكلم شوية على عهد زي ما كنت بقول لكم، هي بنت خالة جانا ايضا اللي كانت لسه مكلمانا دلوقتي على التليفون. فاكرين عهد اللي اعتدت او اللي اعتدى، يعني حاول ان يعتدي عليها دائما جنود الاحتلال، وهي تحاول دائما الدفاع عن بيتها اللي طردوهم منه، وتم اعتقالها فيما بعد ذلك. طيب دي الحدوتة اللي احنا حافظينها. تخيل انه هناك عضو في الكنيسة من حزب البيت اليهودي اسمه بتسائيل سمورتيتش يحرض ضد عهد التميمي اللي هي بالعرف الدولي وطبقا لكل الاعراف والمعاهدات الدولية هي طفلة عهد، فشايف انه ما كانش المفترض انها تعتقل ومن المفترض ان تقتل بدلا من ان تذهب الى السجن. وقال في تغريدة منه هو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: في رأيي كان عليها ان تصاب برصاصة على الاقل في ركبتها، طبعا الرصاصة تاخد قلبه يا رب، مما كان سيضعها في الاقامة الجبرية مدى الحياة. طيب هذا المجرم الحقير هل حصل عليه نقد دولي؟ لا. هل مفترض انه اي برلمان في الدنيا حتى لو كان برلمان الاحتلال يسكت عن مثل هذا التحريض بالدعوة الى التسبب في اعاقة دائمة لبني ادم، هو ست او راجل، هو طفل او كبير، هو حر او لا قدر الله عبد، مفترض انه يترك عادي ما يحصلش حاجة؟ طب احنا معانا